وقت الرسول في الامر كان مشارك يا جميلهم مشكنا الابطال اصحاب الرسول لشملهم طال ولى الفار عمر اقام شعائر الدين الفار عمر اقام شعائر الدين يوم اسلم بلد شهر الاذى معه المسلمين واقفين على الصفين يوم دخل الحريم بنفش كل بنين هزام الصفوف في أمة وحنين والنجم من هجاري في البلد ليوين بالتيه والغفار وحديم صفوف ميتين كم كم جاب أسير لا مني لا ميتين عند المصطفى نهرا ونصر الدين يا إبليس وابجحل واتباع محزونين من يا فملهم بشكل الأبطال أصحاب الرسول بشكل لهم طال إلى النور الخليل جهز جيش رسول في أصعب الأيام يوم برر ركب بعض الجيوش الدار في الميدان نهر زي الأسد كرزان أفنى المشركين لجنودهم أهلا من نصر الرسول أيد الإسلام أيد الإسلام أيد الإسلام أصحر للشريعة رافع الأعلام من يا فملهم شكل الأبطال أصحاب الرسول شملهم طال الكرار علي فارس الصفوف والخيل الكرار علي فارس الصفوف والخيل يا أسد الله الرذم في الحرب ما الميمون ركب كبر وصاح بالخير شايل ذو الصغار كم فك ديل من ديل أفنى الملحدين خلى الدماء كسير والباقين جروا زي النعام والريح مشوا بالخلا رايحين عطاش بالميل طلعوا الجبال كل وكر والهيل لابد المنحار لعيسى وهذا الليل في الدنيا الدمار وقد عذاب الويل أحيا الدين رفع كلمة التحليل كلمة التحليل نصر المصطفى نجم الهدى الإقليل من يافن بشكل الأبطال أصحاب الرسول الشؤون لهم طال يا ست العدول مرحب بهم مرحب الست العدول مرحب بهم مرحب يا فرسان الطامحين في الخيول تركب السعد سعيد الأرض ذات الله عامل لقاه صعب طلحة والزبير العصاة أدام الفندي ودرار خالد رئيس الحل العباس وحمزة أمرهم أعجام تكبير لجيش المشركين يرعى سيفهم لفحول الكبير شعار
الأقلام يلحقت الرؤوس زي الطيور للحرب طير نومهم ولا القلوب كركام خلوهم رميم فيهما صقر تلقى فجاب النصر علوا دين الرمى بصدق وأدم أبنين يا فن لهم مشكل الأبطال أصحاب الرسول الشغل لهم طال الليل الحجامات نسامها بنسم الليل الحجامات نسامها بنسم أيا في جافة جام أبرقه يبسم أيام للعشوق قبل الجسم عسم خلاه بيلوح وأمره تجسم اسمه في دفات السافر وتغسم أرجوك يا كريما الذي قسم الذي قسم نكرم بذيار حنا طقلوا سم نمي عفن لهم مشكل الأبطال أصحاب الرسول الشغل لهم طال الصلاة والسلام عن منحلك الأوطان الصلاة والسلام عن منحلك الأوطان الليلات الشريفة معدن الأسرار تسعدنا الجميع يا حتام وتلك الدار نلقى به الحفظ من سائر الأشرار تصليح النفوس وتبارك الأعمال تصليح للزريع بالطلع والأمطار كف عنه الجرايد والطير ثم الفار وبنغذى الأسعار وتحل المشاكل للأهل والرجال من شر اللصوص ثم الفحم مهجان وتعافي الجسوم من سائر الأسحار أمراض العقل ثم الجنون والظلام شوقا حلال الطير ليه اخر شوق مختار جوامع وجميع بدع وبني جرار اليرع الغنم الابل والابقار يرحم الشريع غربي هذا حلال الرحد ليه عند الاهل شكل الأبطال أصحاب الرسول الشغل